في عام 2014 بالشهر العاشر تقريبا، وأدت الإصابة إلى بتر ساقي. تهجرت مع الباصات الخضر بسنة 2018. طبعا أنا متزوج وعندي عائلة وعندي 3 أطفال، بنات 2 وولد. بعد ما تهجرنا بالباصات اجيت على منطقة أريحة، بحثت عن عمل كثير، يعني دورت على شغل. صار لي شغل بمشغل شناتي، مشغل حقائب مدرسية، اشتغلت تقريبا ما يقارب 8 شهور. بكورين ما في شغل، يعني ما في شغل يناسب وضعي الصحي كوني بساق واحدة. شفت طوعت بمكتب شؤون الجرحى والمفقودين، طبعا تطوعي هذا العمل، بتمنى انه يندعم، يعني مكتب شؤون الجرحى والمفقودين. بتمنى انه اسافر اطلع على تركيا، يصير لي فرصة اطلع على تركيا منه اركب طرف وارجع اشتغل واعيل عائلتي، يعني المؤلفة من 5 افراد.